لا شك علينا نتفق مبدئيا بأن العراق يعيش حالة من التوافق السياسي على مستوى الداخل ما بين القوى والأحزاب السياسية. الكل يعرف بأن هناك قوى أحزاب سياسية، البعض منها يميل بعلاقات طيبة مع دول جارة، وهذا يتوافق مع طبيعة النظام السياسي الذي كان نتيجة توافق دولي في عملية بناء نظام سياسي في العراق. أيضا العراق يعيش حال من التوافق ما بين الصراع الأمريكي الإيراني على العراق. الكل يعرف بأن الولايات الأمريكية كانت السبب المباشر في عملية بناء هذا النظام السياسي، ولكن في نفس الوقت كان هناك تخوف كبير لدى إيران على اعتبار أن إيران لا ترتبط بعلاقة طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد العراق أصبح في وضع حرج ما بين تلك الدولتين وتلك الصراع. وبالتالي أعتقد أن السيد محمد الشياع السوداني يسعى إلى إبعاد العراق من الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة. علينا أن نتفق بأن إيران هي الدولة المؤثرة في المنطقة، ولذا هي نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي ليس فقط على مستوى العراق، وإنما على مستوى جميع الدول في المنطقة. الكل يعرف أن الخليج العربي وتحديدا السعودية والإمارات هي تخشى إيران على اعتبار أن إيران تمتلك سلاح جوي وسلاح حربي وسلاح عسكري، وبالتالي أعتقد هي التجأت للولايات الأمريكية. إيران تعتقد وتجزم بأن جميع الدول المجاورة تحديدا العراق يجب أن تعيش ضمن الفلك الإيراني، على اعتبار أن أمن إيران مرتبط بمدى قدرة إيران على التحكم بالنظام السياسي في العراق وباقي الدول. بالتالي أعتقد أن السيد محمد الشياع السوداني يسعى إلى إبعاد العراق وإبعاث رسالة اطمئنان إلى إيران بأن العراق لن يشكل خطر ولن يكون ملاذ آمن للدول الأجنبية وتحديدا الولايات الأمريكية بأن تنفذ ضربات وتهدد أمن إيران على مستوى العراق، على اعتبار أن العراق هو ليس بوضع جيد يسمح له بأن يكون جزء من الصراع سواء كان مع إيران أو مع الولايات الأمريكية.